السلام عليكم، معاكم محمود. في طريقة سلف كده ظريفة ومجدية اتعملت معايا مرتين، ما لاحسش قوي في المرة الأولى، يعني في المرة الأولى حسيت ان الموضوع لطيف دمه خفيف، طريقة سلف حلوة. في المرة التانية خدت بالي لا، انه ترند بقى في اسلوب كده. يعني جالي حد محترم وقال لي انا عايز منك $200 سلف. فقلت له هي عادة $200 دي ما بتجيش سادة كده، يقول لك $200 لحد آخر الأسبوع لحد آخر الشهر، يعني بتبقى مؤقتة، يعني في مش $200 وخلاص. قال لي أما أنا ما أعرفش هردهم لك إمتى، بس يعني يعني قال لي مش المرتب الجاي، يمكن اللي بعده أردهم لك. قلت له ماشي براحتك خلاص. قلت له شهرين ثلاثة القصة لو ماشية كده، و$200 مش مبلغ كبير، فخلاص ما حصلش مشاكل. فقال لي طيب دي السيستم بقى بتاعهم بتاع $200 دول ليه سيستم كده. قلت له ايه السيستم؟ قال لي ما هو انت هتديهم لي 1000 هردهم لك 800 بعدها بخمس ست ايام. اديك 1000 واخد 800 بقى الفرق 200، $200 اخدهم بعد شهرين ثلاثه، مظبوط كده؟ قال لي اه مظبوط. ماشي حلوه، يعني في فلوس هتجي لك قريب، يعني انت ما عايز ال1000 تدفعهم في حاجه وبعد كده يجي لك المرتب مثلا 800 تروح رازعهم لي كلهم. قال لي هو كده بالظبط. ماشي، وفعلا بعد 4-5 ايام حاجه مش اكتر من اسبوع كان $800 معايا، اديته ال1000 خدت 800. السيناريو بقى بتاع ال200 يمكن بعدها بشهرين او حاجه فعلا التزم وجابهم لي. تاني مره بقى حد تاني خالص في بلد تانية، قال لي في مدينه تانية يعني برضه في روسيا برضه، قال لي ده انا مزنوق جدا وعندي مشكله ولازم ادفع $600 دلوقتي. فقلت له طيب ماشي، عايز 600 امتى؟ النهارده، عشان بس النهارده انا مش جاهز. قلت له ممكن بكره. قال لي لو النهارده بالليل يكون احسن، قال لي عشان بكره الصبح لازم ادفع. ماشي هحاول اتصرف لك بالليل. وفعلا جمعت الفلوس وحولتها لدولار وجيت اديهم له. قال لي بص لا اصل مش هاخدهم كده. يعني ايه مش هاخدهم كده؟ قال لي ما انا عايز هتديني 1500 برضه هتديني $1500 وهديك يعني بعدها بحاجه بسيطه كده بوقت قليل، يعني قال لي يومين ثلاثه بالكتير هيجي لي فلوس هرد لك المبلغ ناقص ال 500. قلت له ماشي خلاص اتفقنا. فروحنا فعلا اديته دبرت المبلغ الاكبر بقى، ما قلت له انت كده فاجئتني، وتاخرنا لحد واحده بالليل وخلاص خد المبلغ. دي ميه بقى ولا ايه؟ ولا مطر يمكن. فالطريقه الثانيه بقى في المره الثانيه خدت بالي ان هو ترند، ان هو بيبقى عايز مبلغ كبير بس مش عايز يصدمك، فبيقول لك مثلا عايز 500-600 دولار، فانت تديله تقول له ماشي هتديله الامان او تديله الجرين لايت كده، تقول له خلاص انا هديك الفلوس، يقول لك لا ما انا عايز بقى ايه هدي لي 1000 مثلا ولا 2000 وانا ارد لك مثلا 1400 فيتبقى 600 فرق، فال600 دول هم بقى ايه اللي هيفضلوا شهر ولا شهرين ولا ثلاثه. فده يخليك تصبر شوية وتقتنع ان هو شخص بيسد، يعني انت اديته اهو 2000 ورد لك 1400، فالستمية دول بقى هتتكلم عليهم سيبهم بقى شهر شهرين ثلاثة. التاني ده بقى قعد كتير شوية، يعني على ما رد الستمية او الخمسمية مش فاكر الرقم كان كام بالظبط، بس المهم يعني المبلغ ده اترد لي بعدها يمكن 3 شهور او حاجة، يعني قعد شوية. بس هي طريقة الاقناع، اعتقد ده ترند يعني تعلموه في حتة معينة او في الشغل او كده، يعني قلت اقول لكم الطريقه بتاعه السلف دي عشان لو اتعملت معاك تبقى فاهم الدنيا، يعني وفي نفس الوقت لو انت عملتها تبقى فاهم ان اللي قدامك فاهم، يعني ولا ممكن ما كنتش فاهم او ما كانش شاف الحلقه دي. ودي طريقه سلف انتشرت مؤخرا وقلت اقول لكم عليها او اشارها معاكم. انا يمكن لو حبيت استلف مش هعمل الحركه دي، مش عارف ليه مش بلعها قوي، وممكن تتعمل فيا لكن اعملها في حد ان انا فجأة اقول له لا انا عايز 200 لا هم بقى بص هم 1000، يعني احب اكون دغري من اول الكلام. بس هي طريقة حلوة ذكية اعتقد انها كلت مع ناس كتير. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خلصت الحلقة، اشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.